ادينا هنتابع مع حضراتكم عموما، ويوما بيوم ان شاء الله هنتكلم مع كل حضراتكم عن كل التفاصيل وكل اللقطات اللي تستحق التوقف عندها، وفي لقطه ينطبق عليها هذا الوصف. امبارح انا وانت اتكلمنا عن اللقطه دي، كنا انا وكريم برضو بنعيد كده شويه، بنشوف افضل اللقطات، افضل الحاجات اللي احنا ممكن نعلق عليها في المونديال، بجانب بقى يعني الماتشات نفسها، لا الحاجات اللي هي بتبقى لقطات التشجيع غيره. امبارح اتكلمنا سريعا عن اشرف حكيمي، وقلنا قد ايه طبعا يعني لاعب منتخب المغرب، وقلنا قد ايه هذا الرجل او هذا اللاعب ليه يعني تاريخ من الكفاح، هي لازم الواحد يتقال عليه الشابو. هنتكلم كمان عن محمد قدوس لاعب منتخب غانا، عن رحله برضو الصعود، يعني صعود اللاعبين دول كان عن طريق مين يا كريم؟ كان عن طريق الام. شوفوا حضراتكم الدور اللي كانت الام بتلعبه مع الاثنين دول، كان حاجه اكثر من رائعه. يعني خليني اقول لحضراتكم تصريحاتهم هم تحديدا. جه قال لك مثلا اشرف حكيمي ايه يا كريم؟ كان ليه تصريح، قال لك لم اشعر بالخجل لأن والدي كان بائعا متجولا وأمي كانت خادمة. ده تصريح من أشرف حكيمي، نفس الصورة دي اللي احنا عرضناها لحضراتكم امبارح، وقلنا يعني بجد لقت استحسان عند كافة المشجعين. صحيح. مش بس العرب طبعا، كافة المشجعين، لأن هو كمان وهم بيحتفلوا أثناء احتفالات المغرب بعد الفوز راح وساب الناس كلها وطلع على المدرجات. صحيح. وقعد مع مامته وقبل راسها زي ما حضراتكم شايفين. قد إيه كمان أسرة أشرف حكيمي كانت أسرة مكافحة. هو اتولد في أسبانيا، لكن هو يعني عاش بشكل متواضع جدا في البدايات بتاعته. اهله وباباه ومامته كانوا بيحاولوا يوفروا له هو واخواته افضل شيء في حدود الامكانيات بتاعتهم، لغايه لما بقى بيلعب في افضل نادي تقريبا يقال يعني في العالم. فرحله كفاح، بس الواحد لما بيوصل لازم ان هو يفتكر الناس اللي وقفت جنبه، اهله، الاهل هم دول اساس كل حاجه. فبجد قصه عجبتني. وكمان محمد قدوس يا كريم، هو برده كان بيتكلم كده ان هم من بيع او من سوق بيع المواد الغذائيه في حته اسمها او منطقه اسمها نعمه الى التوهج مع نجوم غانا يعني في المونديال. برده محمد قدوس من الشخصيات برده اللي عندها نفس القصه تقريبا، السيده اللي هي والدته مريم سليمان كانت دايما مؤمنه بيه، كانت دايما بتقول ان ابنها بيمتلك موهبه فذه يعني، وساب او زي ما بتقال كده تركت ليه الحريه كامله ان هو يحدد مصيره بعالم كره القدم، ورفضت كمان اجباره على مساعدتها في متجر البيع، بيع المواد الغذائيه ده اللي هو في مدينه نعمه. فيعني ناس، لا بصراحه قصص الواحد يتعلم منها، نشوف كرة حلوة ونشوف ماتشات حلوة ونشوف منتخبات حلوة، بس نشوف قصص كمان ملهمة للعيبة كتيرة جدا، وكل مرة هنحاول ان احنا نسلط الضوء على نجوم مختلفين كمان. ويا له من إلهام، لان احنا بنتكلم على لقطة كده واحدة ممكن تبقى ما خدتش ثواني، ممكن يبقى ناس كتير ما وقفوش عندها، ولكن طبعا مش مصوري المونديال المحترفين اللي عارفين كويس قوي ياخدوا امتى اللقطة المناسبة في التوقيت المناسب تماما. يعني دايما هتلاقوا حضراتكم في قصص كفاح ونجاح معظم الناجحين في مجالات مختلفة، رياضيا وفنيا وأدبيا وحتى سياسيا، وبالمناسبة حتى تجاريا، حتى كبار مليارديرات العالم، هتلاقوا دايما أو على الأقل في أغلب الأحوال هتلاقوا في قواسم مشتركة. من أهم الثوابت دي ومن أهم القواسم المشتركة دي فكرة إن الظروف الحياتية والمعيشية اللي هم نشأوا واتولدوا فيها كانت فأفقر حال ممكن حد يتولد ويعيش فيه، ومع هذا عشان في إرادة وعشان في تحدي وعشان في مصنع وخط إنتاج للأبطال اسمها الأم، كما هو الحال في حالة أشرف حكيمي وفي حالة غير أشرف حكيمي. بس طبعا احنا وقفنا عند أشرف حكيمي عشان الحقيقة كانت فعلا لقطة مؤثرة جدا، إنسانية جدا، بليغة جدا، بتقول معاني وبتبعت رسائل في منتهى الأهمية للي يلقط الرسائل دي. ساب الدنيا وساب الاحتفالات وطلع جري عشان يترمي في حضن أمه ويهديها التيشيرت اللي كان لابسها في الماتش ده. حاجة محترمة، وده شخص يتقال عليه نجم اصيل. يعني هو انت عارفه لما تتصف في حد بالاصاله فهو شخص اصيل الحقيقه. بص انا بحب قوي النجاح بعد ما بيجي من تعب، يعني الواحد ممكن ان هو يحقق اللي هو عايزه بسرعه، بتحصل الحمد لله اوقات كتير بتنجح بسرعه، بس صدقوني الحاجه اللي هي بتيجي بعد معاناه، بعد اصرار، بعد خلاص في تفاني انا هوصل اللي انا عايزه ده لان انا استحق اوصل اللي انا عايزه ده، ساعتها بتبقى السعاده مختلفه تماما. لما يبقى مشوار صعب وبعدين توصل، انا بشوف ان دي سعاده بتبقى اكتر، والنجاح بيبقى ليه ابريشيشن اكتر، بتقدر النجاح ده وبتبقى خايف ان انت يضيع منك فبتحافظ عليه بشكل اكبر بكتير. شفنا نجوم على الصعيد التاني كانت ظروفهم على فكره او البيئيه او الباك جراوند بتاعهم كانوا جايين من
يعني اسر معتدله جدا، ما كانش في صراعات، تلقوا افضل تعليم، ومش هقول اسامي بس هم طبعا مش محليين تحديدا بتكلم عنهم، بتكلم على لعيبه عالميه. فمن كتر ما حياتك سهله ووصلت للي انت عايزه وللنجوميه وللشهره، قدرت بسهوله ان انت تخطف ده منك بالسلوكيات الغلط، بعدم التفاني، ما بقاش في احترافيه في الاداء خارج الملعب. فده اثر على مسيره لعيبه كتيره جدا. ممكن نعمل فقره كامله بقى بعد المونديال عن اللعيبه دي، وفي ناس راحت احترفت وما نجحتش لان كان في استهتار. يعني الموضوع كله ازاي انا لما بوصل بعد معاناه ان انا احافظ على ده. ده شفناه في لعيبه كتير، لو هنتكلم بقى تحديدا بصراحه لعيبه عرب، حاجه بجد يعني مدعوه للفخر.